الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل او سيده اعمال. معنا اليوم مدام ليا من دي اند اس جنرال تريدينج. بدايه بنرحب فيك مدام من قناه اي بي سي الخليجيه، اهلا وسهلا فيك، نورتينا. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا كمان. مدام، ممكن بالبدايه تخبرينا المزيد عنك وعن بداياتك مع شركه دي اند اس؟ ايوه، انا اسمي هواز يوسف مجيد، من أصول عراقية كردية وكبرت وعايشة في ألمانيا. في البداية أنا أسست شركة في ألمانيا باسم ليا ستوك إم بها، واشتغلت مع الإمارات بدرجة قوية، وبعدين قبل سنتين بلشت أسست شركة جديدة في الإمارات باسم دي إن إس جنرال تريدينج. بدأ ممكن تخبرينا المزيد، ما هي الخدمات والمنتجات التي تقدمها دي اند اس؟ كيف تميزت في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ المنتجات، احنا نشتغل مع شركات كثير كبيرة في أوروبا خصوصا في ألمانيا، واحنا عندنا وكالات من كثير شركات في ألمانيا، وبنجيب كل ستوكات من أحذية، من هاوسهولد أو منزليات، ملابس، أحذية، كل شيء بالجملة، وبنجيبها هنا في إمارات في جبل علي ونوزعها على التجار في الشرق الأوسط. مدام، بعد النجاح الرائع والسمعة اللي اكتسبتوها في ظل النجاح اللي أخذتوه في الإمارات، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للشركة؟ احنا الآن أنا تقريبا صار لي 4 أشهر مستقرة في الإمارات، وعندي أمل كبير أكبر الشركة، واشتغلت مع كثير من شركات في أوروبا خصوصا في ألمانيا، بجيب وكالات أكثر وأكثر، يعني التجار اللي بيشتروا عندنا بالشركة بيكون دايركت مع شركة الأم، بنقدر يعني بنجيب لهم أرخص سعر وأحسن سعر اللي بيلاقوها في السوق، ومع ذلك كمان كواليتي أوروبي بالسعر الصيني. مدام، من خلال خبرتك الطويلة في مجال البزنس والتجارة، شو بتنصحي رواد الأعمال الجدد اللي بعدهم لسه مخططين يبدأوا؟ أنا بنصحهم كل واحد يقدر يحقق هدفه، بس يحتاجها شوية من الجرأة، لازم عندهم الجرأة، ولازم كمان ما بيخافوا من أي شيء. مدام، بدنا نعرف ليش اخترتي دولة الإمارات لتكون أحد المنصات إلك وللبزنس تبعي؟ لأن دولة الإمارات من أقوى دولات في العالم حالياً بالنسبة للتجارة. بالنهاية، ممكن تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين اللي بيتابعونا حالياً كيف نقدر نوصل ونتواصل مع دي أند إس؟ في خلال السوشيال ميديا مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وأرقامنا موجودة. شكرا جزيلا مدام ليا، بنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. الله يسلمك، شكرا. واشكر الدولة الامارات والحكام الامارات لكل هذا الامن والامان، واهنيهم كمان لليوم الوطني. شكرا. شكرا جزيلا مدام، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.